دوام الحال من المحال يوم لك ويوم عليك. فإذا ما عكستك الحياة يوما اصبر واتكل وكن حازما تتصدى لتصل إلى بر الأمان. أقذ العزم وتحدى وكن مؤمنا بأن الغد في طياته أجمل وأغنى. فأنت للحزن يا صديقي لست بمنأى وعليه نقول إن بعد العسر يسرا. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقة يوم الثلاثة من برنامجكم برنامج يومك. يسعد مساكم ويسعد مساك يا عمدة. يسعد مساك عودة حميدة. أهلا وسهلا. الله يسلمك. أهلا وسهلا بيكي. كيف سهل الأوضاع حاليا؟ لا الحمد لله الحمد لله تمام. دم أردني اليوم. أوه برافو. طيب إيش واخد إيش فصيلة دمك؟ أو موجب. صعب انت صح. بس كريمه تعطي. يا عمري انت بتعطي بس ما بتاخذ دائما يعني هيك يعني احنا يعني الشباب نعطوا ما بس الشباب يعني حكيت لي بموضوع الشباب هاي من وين انت شو فصيله دمك؟ احنا مش فصيله دمك. ايوه شو فصيله دمك ناسي؟ اي بي بوزيتيف. اي بي موجب. اي بي بوزيتيف والله. نعم راح احنا بناخذ كل لا احنا بناخذ من كل حاجه يا حبيبي. او بي اي بي ب 400 ماشي. طيب ماشي خلونا نشوف الكليب الجاي ونحط لكم جديد. محبوب عمري ما ننسى غاب وجانا. محبوب عمري ما ننسى غاب وجانا. لهف الخواطر مزا في القلب مكانا. محبوب عمري ما ننسى ولا حكايات حب معا ملهوف عليه ملقى. لما يغيب ويطول رجع والعين تريدا ما تقدر تنسى. والله من اللي غابوا عدا؟ مين اللي غابوا عدا؟ انت في ذكرياتك من اللي كان لا بصمه من صديقاتك من اصدقائك من جيرانك؟ الجيران خطاره بجد. انتوا حولتوا من بيت البيت من زمان؟ وانت صغيره ما كنتيش مرايفه على جيرانك احنا كنا في لما كنت في السعوديه طفولتي كانت ببيت كان فعليا هو خالي هون واحنا هون واصحاب اهلي هون وهون كان في اللي هم قرايب بيت خالي. اوكي. فكنا عباره عن مجموعه اطفال كثير قبيله كثير. يعني بتذكر هلا في عندي اخوان كبار. انا قلت لك في فروق بالسن بيني وبين اخواني الكبار. يعني انا بيني وبين اخواتي روحها واجد يزعل منك اخواتك. لا انا عارف في عمر يعني احنا كلنا على بعض اربعه ما شاء الله. اخوي الكبير بيني وبينه 13 سنه مصطفى. ما شاء الله. اسماء بيني وبينها 10 سنين. نور يعني اللي هي اقل فرق بيني وبينها 5 سنين. ففعليا مصطفى واسماء الكبار كان في اولاد خالي على عمرهم وكان في حتى اولاد الجيران اللي قبالنا كانوا كلهم على عمرهم. يعني كان تقريبا هيك 6-8 افراد نفس الجيل. فبدأت. هي نور يا حبيبتي الوحيده اللي ما كان في ولا واحد على سنها قاعده بروحها هي لحالها. يا حرام بتحسها مش عارفه اروح مع الصغار.
عقدة الوسط. اروح مع الصغار العب ولا اروح انا اسير؟ بس كان في اهتمام من اخوها الكبير وكان برضه اهتمام من اختها الصغيره. اكيد، بس هي حرام بحسها كانت بفتره من الفترات ضايعه، انه انا صغيره ولا كبيره، انا ايه، انا فين، انا مين. انا لا، انا كان في عندي انا وزينب ولينا وخليل وعمرو ويزيد وحمودة. لا ها، فرح وزينب ولينا وحموده وخليل ويزيد وعمرو وديالا وريم وفرح، كنا 10 اطفال تقريبا بنفس الجيل ونفس الاريا كل جيل. وكنا نلعب ونخبى كثير، كانت اسمع العاب، يعني تخيل 10 افراد كل يوم عايشين مع بعض. فكانت العاب العاب العاب. وكان في جارتنا مرت خالهم لاولاد خالي، طبعا قصه طويله انت تفهم، كانت هلا ماما عندها كثير ترتيب ولا ومحدش يطلع على التخت. هذا من انا نحن صغار ممنوع احنا نقرب على منطقه التخت. اول ما نصحى لازم يترتب على السريع. فكان في جارتنا هو السرير، السرير كانت جارتنا اجنبيه دنماركيه، بتعرف كيف الاجانب يعني بس المهم اولادنا يلعبوا ينبسطوا يخربوا يكسروا عادي. فراشي طالع فراشي نازل عادي، اهم شيء شو اولادها ينبسطوا. فحرام هي انتبه، هي اللي دائما كنا المرتع تاعنا كل شيء خبايص فراشي كله كله عندها يا حرام يتم. وشو اهالينا مبسوطين، العرب طبعا مبسوطين. انا اكيد طبعا فرصه. سؤالي تغيير تغيير، انت غيرته من البيت البيت صح. انا سؤالي الحنين لا 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 عادي بس الحنين للذكريات هذه اللي هو جاري من زمان وجارتي كانوا كذا، كنت تزعلي لما والدك والدتك بنحوله من الحوش الحوش؟ هلا كان صراحه هو المحل العماره هاي كانت كثير مشوقه للعيشه فيها. بس لما نقلنا لقلنا على بيت في مسبح، فانا هون خلص كيف تغير الوضع طبعا في حاجه تجري. وكان في كمان واصحابنا وكانوا في برضه اولاد من جيلي. بعدين انا وين اللي تضايقت فعليا؟ لما هدول سافروا على الاردن، كنت انا لسه وقتها بالسعوديه، كنت صغيره في المدرسه، سافروا هدول على الاردن. بعد فتره اخر اختي اللي هي هلا انا اخواني الكبار فعليا ما عشت معهم كثير، خصوصا مصطفى. هلا اختي الكبيره مبلا، هي فعليا هي اللي ربتني. اخوي الكبير اوريدي كان بدرس برا بمصر، فانا ما عشت فعليا معه، بس كنت مدلله. اكثر وحده عشت معها اللي هي اختي الوسط نور. فانا اللي حسيت بالفرق هون لما طلعت نور وتجوزت، صفيت لحالي بالبيت لحالي بالعماره. بس انا من زمان 24 ساعه طالع ما بقعدش في البيت يعني. بس خلص هيك بتحس انه هيك شيء حاجه انا حتى لما اختي الكبيره تجوزت حسيت هيك انه لا، انه كانت امي انه هي اسحبها وما في تروحي ما بتروحي. بس لا، نور كانت اللي خلاص هلا صفيت انا وماما وبابا لحالنا. فهون انا حسيت بالعزله. انت احكي لي كيف كانت طفولتك؟ متنقله ايضا، من كنا من انا تولدت في مدينه مصراته ومن مصراته انتقلنا طرابلس. يعني في فترة انت ما عشت ببنغازي؟ لا لا، عشت ببنغازي مؤخرا. لما عديت طرابلس كنت يعني بديت نعرف الجيران وبديت نعرف يعني كبرت شويه. عمري 4 أو 5 سنوات. قالوا بنحولوا بنغازي، زعلت على جيراني. كيف مثلا فلان ما نشوفهاش مره ثانيه وفلانه كنا اصحاب. فضيقت، حولنا بنغازي، عشنا في بنغازي فتره، انتقلنا. طبعا هذا معروف على الليبيين اكثر، انهم هم ما في استقرار منزلي تحديدا. من نادر تلقي يقول لك والله انا حوشي هذا من 40 سنه ساكن فيه. تلقي كل مره يتجدد يشوف الافضل او الظروف اذا كان حكمت عليه انه يشوف حاجه اقل مستوى عشان الفرق يعني يقدر يوفر او يستثمر او كذا. فكان دائما ننتقلوا من منطقه لمنطقه نتضايقوا احنا كاطفال. وين ايام زمان كنا نلعبوا مع فلان وجرتنا الكويسه كانت تعطينا في الحلوى وكذا. فهذه كانت الذكريات اثرت على في طفولتنا. لكن ما علمتناش قساوه القلب، ولكن علمتنا ان هذه هي الدنيا تغير بالزبط. تاخذ وتعطي. فسبحان الله. فانتوا شنو ذكرياتكم زمان مع جيرانكم؟ هل كنتوا فعلا لما كنتوا اطفال تحنوا العميمه فلانه ولا الحاجه كذا، ولا جاركم اللي من زمان اللي يجي وراكم في القوايل اللي يقول لكم بطلوا اهدوا في القايله؟ الاشياء الذكريات هذه السمحه اللي مرتبطه كانت بالمكان، كيف كانت تلك الظروف معاكم؟ وهل فعلا مأثرة عند الآن؟ أكيد تكتبون كومنتاتكم على الفيديو لايف على الفيسبوك على صفحة البرنامج أو صفحة القناة. فهذه ذكريات. أحلى فترة كانت عندهم أو إيش أحلى موقف هم لهلأ راسخ ببالهم بيتذكروه؟ أو من قاعد معاهم من زمان؟ من يعني جيران كم تتذكروا؟ أنا نتذكر بأمانة فرح. مين أنت طب هلأ من أصحابك لسه موجودين؟ من خلينا نحكي من نعومة أضافة. من مصر بأمانة. من مصر. مصر لما عشنا في مصر. مصر. انت قديش كان عمرك لما انتقلت على مصر؟ خشيت اول اعدادي وثاني اعدادي والثانويه والجامعه، عام 15 سنه. لكن عند الان جيراني في مصر ممكن بحكم عمري يعني كبرت شويه، فبالتالي بالضبط اوعى، فبالتالي عند الان متصل بهم.
في حاجه ثانيه بقولها لك راحت عن بالي. طب صنع بدي اسالك ايش احلى فتره بحياتك؟ كل فتره لا بحياتي. ايش احلى يعني فتره تقولي الله لو ترجع؟ بمعنى والله بعيد عن طبعا اكيد هلا لانه انت موجود معي، ولكن يعني لا طبعا اكيد انت اكيد طبعا احلى فتره. لا بامانه مش دراما ولا كذا، لكن الذكريات والحاجات الحلوه وقفت لما امي توفت الله يرحمها. بامانه ممكن مش يائس، ولكن كانت احلى ايام عمري لما حياه امي كانت الله يرحمها عايشه في كلها، حتى المرار اللي كان موجود كان بيديها كانت هي تمسح المرار. فلما توفت امي الله يرحمها خلاص اصبحت الحياه بالنسبه لي حياه نعيشها وبما يرضي الله ونعيشها كيف ما يحلو لي، ولكن بالعقل. لكن الحاجه اللي فقدها والمفقوده طبعا الله يطول في عمر امك وعمر كل المشاهدين، والرحمه طبعا اكيد يرحم امك يا رب ويرحم امادي حتى امادي خفيفي المشاهدين اللي توفوا. امين بالضبط. فبالتالي ذكرياتي كانت مرتبطه بالاكثر بالام، رغم ان والدي رحمه الله عليه برضه كان يعني برضه كنت اصغر واحد كنت مدلل، لكن مع امي كان وضع اخر. هو دائما بحكي لك دائما الام، هلا اكيد مش تقليل بمكانه الاب، ولكن يمكن دائما وخصوصا الشباب بحس عندهم الام غير طبعا، والبنات عندهم الاب غير. سبحان الله. سبحان الله. الله يرحمهم جميعا. اللهم امين، ورب يطول في اعمار ابهاتكم وامهاتكم ان شاء الله. فالذكريات كانت المرتبطه بالمكان وبالناس كيف كانت. انا اتذكر عندي الان يا فرح استاذه صالحه النجب ان شاء الله ربي يكون يطول في عمرها. امين يا رب. كنت نقرا في مدرسه سادسه ولا خامسه في ليبيا، اللي عندي الان صورتها امام عيوني وانا نحكي لك. كانت يعني انا شو نقول لك اولادها في المدرسه. ربي يطول في عمرها استاذه صالحه، اذا كان ما تدريش الظروف تحضر فينا ولا كذا. فاستاذة صالحة المجبري طبعا في مدرسة الجماهيرية تحديدا كانت في السلماني، وهي اصلا تسكن قريب مدرسة الجماهيرية. والله بامانة الزيارة جاية باذن الله حندور وان شاء الله نحاول اني ندور حوشها وين اذا كان موجودة ربي يطول في عمرها. من افضل اساتذة والابلات اللي بامانة عشت معاهم ايام كانت تربية وتعليم، ايام كان تعليم في ليبيا التربية والتعليم مش وزارة التعليم فقط، فكانت فعلا مربية وكانت معلمة ايضا معلمة. فربي يطول في عمرها وعمرك. من اكثر استاذ كان او استاذة؟ من اكثر استاذ او استاذة؟ بصراحة اكون صادقة انا حدا كنت كثير ازعر في المدرسة. بتضايقي؟ لا انا حدا تبع مع اني شاطرة يعني لما كنت ادرس كنت اجيب معدل عالي. قراية ما شاء الله. بس خلص كنت الحدا اللي ما يحل الواجب، اللي ما يروح، اللي دائما طالع من الحصة. خلص ما بعرف بسأل، خصوصا فترة الثانوي كنت جدا شريرة. لا والله. بس انا في مش درستني، هلا انا بالجامعة يمكن تأثرت فيهم أكيد. دكتور أيمن مسنات كان شخص خرافي صراحة في التدريس في الجامعة، جامعة البتراء. كان يعطينا المواد العملية عامة في الجامعة، تخصص الإعلام اللي هي الإذاعة والتلفزيون، أي شيء عملي كان هو يعطينا إياه. وكان هيك خلص إنه عنده إنه كيف يعصب عليك ويعطيك عن جد إنه يعطيك لحظات إنه خلص. لأنه ليه؟ هو كان يأهلك فعلياً إنه كيف العمل حيكون، كيف الشغل راح يكون. يعني لما طالب مثلاً يكون في امتحان ويكون في إنه هيك زي نشرة أخبار وعن جد طالعين ومثلا احس بتوتر او اي حد من زملائي يحس بتوتر، فانه لا عيدوا لي يعصب. بتذكر هلا في عندي فيديو ما تعملوا هيك، بكره لما تطلع على التلفزيون فيش حد رح يحكي لكم، فيش حد ايش بدك توقف اللايف يعني تحكي لي لا سوري بدي اعيد الغلط اللي عملته. فخلص بتعرف يعني كان ياهلنا كيف رح تكون الحياه العمليه لبعدين. فهذا اكيد دكتور ايمن بوجه له تحيه. سمعت انه مؤخرا انتقل للولايات المتحده وهو خريج جامعه السوربون في فرنسا، فكان شخصيه صراحه مؤهل جدا. الدكتور كمان سليم كان جدا قمه في الرقي والثقافه، يعني كان شخصيه صراحه كثير بحبها. حياه الحويك كانت كمان دكتور بالجامعه. فانا اكيد في المدرسه في عندي اساتذه بتذكرهم، بس يمكن اساتذه الجامعه راسخين اكثر. في وحده مس والله ناسي اسمها، كنت انا في بالجامعه في فتره من الفترات قعدت في سكن طالبان وكانت كثير حدا حنون وطيب. والله كنا نعجب عليها. مس ايمان يا الله شو بحبها، ودائما بحكي بدي ازورها. مس ايمان يعني عن جد اسمع القلب الحنون طيبه اسمها كثير، كانت حدا كثير كيوت كنت كثير احبها. ومس مس انه هيك خلص تحسها كانها امها حد من اسرتك هيك. هي فعليا كانت عايشه في السكن. فبوجه لها تحيه وان شاء الله هيك لها زياره قريبه. نديروا الموضوع هذا
والله حلوه والله. بامانه شو رايكم تشاركونا في الموضوع هذا؟ يعني بس انا نحكي على اللي من جيلنا او الاصغر شويه من جيل فرح، الخريجين وقاعدين مثلا سواء كان في عمل او قاعدين فاتحين مشروع، شو رايكم نرجع للحنين الماضي وتحكونا على اسامي الاساتذه اللي عندكم والابلات، ونحاولوا احنا كيف نتواصلوا معاهم، يعني نحاولوا نديروا لقاء بينك وبينهم، اذكرونا اسماء الاساتذه واللي كانوا لهم فضل بعد الله، سواء كان قاسين او كانوا حنينين كيف قال فرح، ولكن تقعد ذكرى انك تعلمت منهم. وحتى قسوتهم حنيه بالضبط، وحتى قسوتهم بالاخر وبدون مصلحتك. ايوه بالضبط. ومو بس اساتذه، يعني اي حدا بتحسه شخصيه من غير اهلك، خلينا نحكي اثر في حياتك وحسيت انه وجوده فعليا كان مهم في حياتك، غير اشياء بتفكيرك بطريقه معينه. عندي حد غير تفكيري. هاني براس علي. اه غير تفكيري واجد. ايش حد مهم يعني في حياتي يعني. اه انا بعرف من محبتي ما قتل يعني. عمده. يا رب يكون بسمعك. لا اكيد حتى بس بنسى القصه. تحيه الف تحيه وسلام من عماد. اكيد اكيد. ندير الموضوع هذا في الاسبوع الجاي باذن الله في حلقه. اسمع بدنا نستضيف هاني شي يوم. هو اصلا كان مش حيطلع ما يقدرش. كان مقعمز هون قبل بدي كان مقعمز هنا صح؟ ولا شو هاني صار دفعنا في الحلقه؟ خلاص شوي شوي بيجي هنا. ما هي مراحل، ضيف بعدين يجي يقدم. معقول؟ تخيلوا هاني يقدم برنامج. لا والله كيف الوضعيه يعني. اه بالضبط يعني عويناته ملونه. اشقراني وابيضاني. هيك اه ملونه. والله يا حشم. يلا خلونا نطلع فاصل، ولكن الاسبوع الجاي باذن الله حنفتحوا الموضوع هذا ونشوفوا ذكرياتك مع الاساتذه والابلات كيف كانت. شنو اكثر جمله بتقولي حاجه؟ والله حبيت شغله، لو نجيب مثلا حدا من المشاهدين وهو الاسم اللي اقترحه نجمعهم مع بعض على الفون. شو قلت انا؟ لا مش قلت مع بعض، مش قلت قرايه لكن تنسى. قلت لك اي حد خريج لو تتذكري او داير مشروع نربطه بالاستاذ بتاعه او الاستاذه على الهواء. خلص تمام. انا اوكي انا اكيد الفكره بس مش اكثر. خلينا نطلع فاصل. يا نطلع فاصل نعود لكم جديد ما تبعدوش. اهلا وسهلا فيكم من جديد. متلازمه الداون، جمال الابتسامه وصفاء القلب، كيف لنا ان نتكلم عن عالم اخر، عن ضحكه جميله وابتسامه بريئه ويد صغيره تصافح بحب وتعانق بود، عن عالم يكسوه بياض قلوبهم وروعه ثغورهم التي تعج ابتسامه لطف وبراءه وحنان. الى كل ابوين رزقهما الله طفلا من اطفال متلازمه الداون، ابناؤكم هبه من الله لكم، تعليمهم وتدريبهم وادماجهم في المجتمع هو اقل حقوقهم، بل تحسنوا رعايتهم وتربيتهم وتعليمهم لتثمروا جميل الحصاد. الى مجتمعي الغالي اطفال متلازمه الداون، مكانهم بيننا وهم جزء لا يتجزا من مجتمعنا، فلنسعد بهم بل يسعدوا بنا ولنساهم جميعا في الرقي بمجتمعاتنا ومجتمعنا الليبي، ليصبح مجتمعنا واعيا متقبلا لجميع افراده بمختلف سماته ومختلف قدراته واشكالهم وخصائصهم. اليوم ضيفنا هو رئيس جمعيه اصحاب الهمم للمتلازم الداون في مدينه بنغازي محمد سعيد الورفلي، حيكون معنا بمناسبه مرور عام 31 عام على تأسيس هذه الجمعية. بداية سيد محمد أهلا وسهلا بك في برنامج يومك، وأخيرا جمعتنا الظروف مرة ثانية. مرحبتين بك أستاذ عماد وزميلتك وبارك الله فيك ولكل المشاهدين الكرام متابعين برنامج يومك عبر ليبيا روح الوطن. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. روح لهذا الوطن. نورتنا بداية ومبروك مرور 31 على تأسيس الجمعية، احكي لنا بما انه احنا عم نحتفل بمرور 31 سنة، ما هي مناشط هذه الجمعية؟ ما هي المناشط أو خلينا نحكي ما الذي تقدمه لأطفال متلازمة الداون للأشخاص ذوي الاحتياجات خاصة بشكل عام أو ذوي الهمم خلينا نحكي؟ نعم، جمعية أصحاب الهمم طبعاً عام تأسيسها كان عام 1990. في تلك الفترة أطلق اسم أن يكون جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيا. في ذلك الزمن كان حتى الأكاديميين يطلقون على ذوي متلازمة الداون للأسف الشديد المتخلفين ذهنيا، فكان الاسم أصدقاء المعاقين ذهنيا يعتبر راقي في ذلك الوقت. مع مرور 31 عام الآن أعلننا على المسمى الجديد للجمعية بعد صدور قرار الجمعية العمومية لتكون جمعية أصحاب الهمم المتلازمة. طبعا فكرة التأسيس كانت الدولة تهتم بهؤلاء الأطفال والشباب
من خلال مراكز تنمية القدرات الذهنية حتى سن معينة اللي هي سن التدخل المبكر حتى سن 15 سنة من خلال مراكز تنمية القدرات الذهنية. جاءت فكرة الجمعية لتكمل مسيرة الجهات الحكومية وتعمل بشكل متوازي معها واستكمال دورها بعد سن 15 سنة لتقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية والاجتماعية والنفسية وأيضا بعض الخدمات الطبية وأيضا المشاركة في برامج والاهتمام بصقل مواهب هؤلاء الأطفال والشباب في مختلف المناحي سواء كانت الرياضية وأيضا ملأ أوقات فراغهم. الكل يذهب إلى أندية، الكل ينخرط أبنائهم في مؤسسات مراكز شبابية، فهذه المؤسسة تعتبر هي بيت لهؤلاء الأطفال والشباب. الجمعية ترعى بشكل يومي أكثر من 250 طفل وشاب وفتاة من ذوي متلازمة داون. رغم هذا حتى اليوم العديد من الآباء والأمهات زعلانين لعدم قدرة الجمعية على استيعاب أكبر من العدد وفق إمكانياتها المتاحة سواء كانت المكانية من حيث المقر أو كانت من حيث الإمكانيات البشرية أو الإمكانيات المالية. فللأسف الشديد نحتاج إلى أن نتوسع في مكان آخر أفضل مما هو موجود الآن، رغم أن عن 93 مؤسسة كبيرة حاليا، ولكن مع الأعداد الكبيرة اللي يرغبون في تلقي الخدمات للأسف الشديد لا يوجد لديهم مكان في هذه الفترة. وهذا نذكره من كل أولياء الأمور ما حلفش أبنائهم يكونوا ضمن طلابنا في هذه المؤسسة. نعم، هل هذه هي بس أحد المعوقات التي تعيق سير هذه المؤسسة، فقط المكان أم تحتاج أيضا لدعم للسير قدما بخطط الموضوعة سواء كان لاستيعاب عدد أكبر؟ هل فقط المساحة أم هناك يعني عراقيل أخرى يمكن ذكرها الآن على الهواء مباشرة؟ نحن أهم العراقيل هو المكان ضيق المقر. لدينا قطعة أرض تمتلكها الجمعية مساحتها 4000 متر. سلمنا إجراءاتها للسيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء كيلاني، وسلمنا أيضا إجراءاتنا للسيد وزير الشباب بإنشاء مركز شبابي لهذه الشريحة، وأيضا إنشاء مدرسة تعليمية لهؤلاء الأطفال والشباب حتى نتوسع في تقديم هذه الخدمات. وعدونا خيرا بإذن الله تعالى، وإن شاء الله تكون هذه الوعود تجد حيز للتنفيذ قريبا بإذن الله تعالى. وهذا ما نتمنوه، أن حتى لا يحرم هؤلاء الأبناء من أن يتلقوا الخدمات التعليمية والتأهيلية والاجتماعية والنفسية، أسوة بأقرانهم الأطفال اللي موجود لديهم مئات المدارس في المدن ومئات الأندية ومئات المراكز الشبابية اللي تحتويهم وتحتضنهم. وهؤلاء الأطفال والشباب يحتاجوا لكوادر تفهم إمكانياتهم وقدراتهم وتساهم في تقديم الرعاية اللي يصبوا إليه. وهذا ما نبغاه، أن نناشد السيد معالي رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن يستجيب لنداء هؤلاء الأطفال والشباب اللي أرسلوه عبر صفحة التواصل الاجتماعي، أن يقوموا بإنشاء مؤسسة غطة الأرض موجودة بملك مؤسسة عبارة عن ينفذوا هذا المشروع. يعني منحت صرفت المليارات، يعني ليس من حق هذه الشريحة أن يكون لهم على الأقل يرصد مبلغ بإنشاء بالعكس من حقهم متناسب. وبناء على القوانين الموضوعة في ليبيا أصلا من حقهم يكون في لهم خلينا نحكي ميزانية مخصصة لهم كل سنة. بدنا نحكي عن واقع الخدمات المقدمة، خلينا نحكي نخصص مدينة بنغازي، واقع الخدمات المقدمة لذوي الهمم ويعني بشكل شامل، ويعني بما ينطبق كمان على متلازمة الداون. خلينا نحكي عن واقع الخدم المقدمة في بنغازي، هل هي كافية؟ هل يوجد هناك نقص وخلل؟ وما هي أوجه الخلل في المدينة؟ مدينة بنغازي تحتاج لأكثر من مؤسسة أو مركز يهتم بهذه الشريحة. يعني مدينة كبيرة بحجم مدينة بنغازي لا يوجد فيها إلا مركزين، مركز حكومي اللي هو مركز تنمية القدرات الذهنية وجمعية أصحاب الهمم ذوي متلازمة الداون مع الأعداد الكبيرة. تحتاج أن تكون هناك مدارس، لأن مسؤولية وزارة التربية والتعليم أنها تهيئ أو تقيم مدارس خاصة بهذه الشريحة. كل الدول أبداها بالأردن، عمان فيها العديد من المراكز، أذكر منها اللي نفذنا نفس الأشكال الهندسية مقر نازك الحريري في عمان. نتمنى أن تكون مثل هذه المقرات المتسعة اللي تشمل كل الخدمات التأهيلية والاجتماعية والأنشطة الرياضية وحواض السباحة المغلقة، حتى يكون لهؤلاء مكان بيننا بالفعل داخل هذا المجتمع، حتى يكون لهم الحق
ابسط الحقوق اللي هي حق التعلم، حق الترفيه، حق ممارسه هواياتهم المختلفه. وهذا ما نصب اليه ان حكومتنا تستجيب بتنفيذ مثل هذه المراكز، خصوصا ان هذه الشريحه لا تستطيع يعني ان تدافع عن نفسها، لا يستطيعوا غلق الحقول النفطيه، لا يستطيعوا غلق الطرق، لا يستطيعوا حرق الاطارات. يعني نعرف كيف ما ذكرت في المقدمه انهم فئه حبوبه طيبه دائما محبوبه، حتى لو تسيء لها الرد بالتاكيد حيكون الابتسامه. فنلاقي بهذا العطف والحنيه والابتسامه والطيبه في هذه الشريحه ان تكون في استجابه صادقه لوزاره الشؤون الاجتماعيه باذن الله تعالى وحكومه الوحده الوطنيه. وهذا نداء من خلالكم موجه للسيد رئيس الحكومه باعتباره ما يتولى دفه امور البلاد. نعم حل. احنا نضم صوتنا وصوتك مع وايضا صوتنا مع حضرتك. فعلا هو لا يملك الا الدعاء، ولكن بفضل الله ثم حضراتكم كاداره حكيمه ان شاء الله الوزاره تلبي هذه الدعوه ويكون لهم مكانه ويكون لهم مكان ايضا يحتويهم وحتى ينموا مهاراتهم وايضا موهبهم. سيد محمد، شفنا مشاركات اعتقد السنوات الماضيه لهذه المؤسسه، مشاركات عربيه او اعتقد حتى كان دوليه، كان لم تخن الذاكره، كانوا لهم جولة في مسابقات أعتقد أو مشاركات عربية. كيفية تأهيل هذه الفئة للمشاركة في المحافل العربية والدولية؟ طبعا تأهيل هذه الفئة يتم من خلال المدربين الرياضيين. طبعا ما يقوم بالأنشطة الرياضية بتاعهم هو الأولمبياد الخاص اللي بالمعني بالبرامج الرياضية الخاصة لهذه الشريحة. ف المدربين في مختلف المجالات، يعني نحكي على مجموعه من المعوقات تركب سباحه ريحان بالجديد تدفع في قيمه ما بين 30 الى 50 دينار الساعه الواحده حتى تتمرن في احد الاحواض السباحه الخاصه في مدينه بنغازي في اليوم الواحد. تدفعها على حسابها الخاص؟ للاسف شديد على حسابها الخاص، وهي تمثل في ليبيا بشكل دوري. نحن نتمنى ان تكون في مؤسسه يكون فيها جميع احتياجات، ما نحتاجوش لمراكز اخرى. تدريب ومشاركه، طبعا اخر مشاركات كانت الالعاب الافريقيه، كانت في استضافتها القاهره قبل جائحه كورونا عام 2021 شهر يناير. قبلها كانت الالعاب العالميه 2019 في اماره ابو ظبي، قبلها الالعاب الاقليميه حتى هي كانت في ابو ظبي. وبالتاكيد ان حصدوا خلايا ذهبيه، ورغم حصولهم حتى على الخلايا الذهبيه المجتمع حمسهم. صحيح، في لوائح اللجنه الاولمبيه من يتحصل على الخلايا ذهبية لها مكافآت مالية. حتى هؤلاء لأنهم لا يستطيعوا المناداة بحقوقهم للأسف الشديد حتى مكافآتهم أسوة بالرياضيين اللي شاركوا ويمثلوا ليبيا ويقوموا في معسكرات تدريبية للأسف الشديد ولا يأتوا بنتائج ذهبية كما جابوا هؤلاء الأبطال. لكن يظل هؤلاء مهمشين حتى من ناحية التكريم من اللجنه الاولمبيه المعنيه بان تكرم الرياضيين وفق لوائحها اللي تحصلوا على قلائد. طيب من مثلوا الوطن. استاذ محمد، بنا احنا بنحكي عن تهميش هذه الفئه بشكل خاص، بنرجع بنحكي انه بحسب كمان القوانين الليبيه يجب اشراكهم وادخالهم في سوق العمل، ويفرض على كل مؤسسه انه يكون في لها نسبه معينه لذوي الهمم يكونوا قادرين انهم يمارسوا اعمالهم بشكل طبيعي. هل كجمعيه بتهتم في هذا الجانب، يعني اشراكهم في سوق العمل؟ هل عندكم مثلا خلينا نحكي تواصل مع جهات مختلفه في حال تضمن انه خلينا نحكي طلابكم او الاطفال اللي معكم بعد ما يتم تاهيلهم، هل نضمن انهم يدخلوا في سوق العمل حتى يكونوا قادرين انهم يشاركوا المجتمع في مهام ونشاطات طبيعيه من حقهم؟ نعم، هي نحن تم تطبيق برامج التشغيل والتدريب خارج المؤسسه، وفي بعض المؤسسات الحكوميه هذا التطبيق ناجح. بالنسبه للقطاع الخاص للاسف الشديد بعض رجال الاعمال يقول لك ممكن نعطيه مرتبه لكن ما يجيش. احنا الهدف ليست القيمه الماليه، ولكن ان ادماجه في سوق العمل، ادماجه في المجتمع بشكل طبيعي. صح. حاجه اخرى، بعض التجارب اللي نفذناها في المولات في مدينه بنغازي للاسف الشديد العاملين في هذه المولات للاسف الشديد دائما يقوموا بعمليه الاستهزاء على هؤلاء الشباب التنمر، رغم انهم يقوموا باعمالهم بشكل طبيعي، ملتزمين بدوامهم، ملتزمين بالمهام المكلفين بها، لكن الاستهزاء والتنمر المستمر على
العاملين من فئة ذوي متلازمة داون مما سبب لهم مشاكل. فبعض الحالات للأسف الآن توقفت عن العمل لهذه المشاكل، وهذا شيء من السبب الرئيسي هي قلة وعي العاملين في هذه المشاكل للأسف. نعم، وفئة قليلة يحترموا آدميتهم ويحترموا قدراتهم وإمكانياتهم. صح. نعم أستاذ محمد، الحديث معك يعني لازال، ولكن نظرا لضيق الوقت يعني في بعض الأسئلة والمهمة باختصار جدا. طبعا حنكون في المتابعة حتى تلبى طلب المؤسسة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بتوفير مكان يحتويهم جميعا، ومكان يكون ذو مواصفات عالمية حتى يمكن أن يعني يكون تحت قبة واحدة للدراسة وأيضا لصقل المواهب وتدريبهم أيضا. ما هي أنشطة هذه المؤسسة القادمة؟ ما هي هذه الأنشطة؟ هل تكون رياضية أم هيكون في مشاركات عربية خاصة بهذه المتلازمة؟ نعم، نحن بإذن الله تعالى خلال شهر نوفمبر حتكون لدينا مشاركة في الكونغرس العالمي لمتلازمة داون، تستضيف إمارة دبي بإذن الله تعالى، وهو يلتقي فيه الشباب من ذوي متلازمة داون، القادة من ذوي متلازمة داون، أيضا يشارك فيه بعض المواهب في مجال الغناء على هامش هذا الكونغرس العالمي المعني بمتلازمة داون، هذا في نوفمبر بإذن الله تعالى يوم 20 نوفمبر. أيضا حتنطلق مع بداية شهر نوفمبر العام التعليمي الجديد بإذن الله تعالى 2021-2022، والآن قاعد هي المؤسسة لاستقبال عدد 200 طالب، ولكن بمعدل 100 طالب كل 3 أيام حتى نستطيع تنفيذ الدراسة الإحترازية والتباعد داخل القاعات التعليمية والتأهيلية لهذه الجريمة. حلو، شكرا أستاذ محمد. زي ما حكى زميلي إحنا جدا سعداء بوجودك معنا اليوم، ولكن للأسف نظرا لضيق الوقت مضطرين ننهي هاي المداخل. بنتمنى أنه كل مطالبكم تتحقق وفعليا يتوفر المناخ الملائم للأشخاص ذوي الهمم بشكل عام في بنغازي تحديدا وفي عموم ليبيا. شكرا كثير أستاذ شكرا محمد. لك سيد محمد يا عماد وفرح. شكرا. شكرا لحضرتك. أكيد طبعا فرح، يعني موضوع التنمر، موضوع الإساءة اللي ذكرها كمسؤول وأيضا وكأب لهؤلاء الأطفال يحتاجوا سنين في التوعية عن هذه الفئة. يعني ليش في الغرب تحديدا، حتى أصبح الغرب ما هوش مقياس عندنا، حتى في الدول العربية الأخرى المتقدمة فعلا، أصبحنا ما نقولوش دول أوروبية متقدمة، دول عربية متقدمة يهتموا بهذه الفئة ولهم مكانة ولهم احترام ولهم قانون أيضا خاص بهم، سواء كان زي ما قلت سؤال إشراكهم في سوق العمل أو إشراكهم في المجتمع يعني كفئة عادية، مش فئة أنها تحتاج خصوصية أو كذا. فعليا واحدة من الأساسيات أصلا أن احنا ما نتعامل معهم كأنهم غرباء أو أشياء غريبة في المجتمع، يعني عادي هم بشر زينا زيهم، ليش التعامل هاي بطريقة التفرقة أنه هم إشي وإحنا إشي، أنه إحنا صنف من البشر وهم صنف آخر، إحنا بالنهاية صنف آخر. وفعليا هو شعور الشفقة، حتى لو أنت مش حدا متنمر أو سيء معه، شعور الشفقة لحاله هذا كارثي، يضر ما ينفعش بالضبط، كثير سلبي. فأنت عادي تعامل معه وهو فعليا شخص طبيعي، قد يكون في بعض المعوقات في حياته لكنه بالنهاية بشر زيك زيه. فهم هاي النظرة حتى كثير بيأكدوا عليها دائما، أنه لا تتعاملوا معنا كأنه إحنا غرباء، إحنا أشياء غريبة بالمجتمع، وبتحس الناس كلها بتطلع واللي بيتنمر. وعلى فكرة لا، بتعرف البلدان الغربية أبدا مش بقياس، بالعكس يمكن عندهم نسبة التنمر أكثر بكثير من عنا، بتشوف حتى في مسلسلات أفلامهم بتبين هاي الأشياء، بتبين الدخل والتواجد وحتى في دراساتهم. ومتأكدة أنه اللي حكى عنهم الأستاذ هم فئة هلت لا تمثل أصلاً المجتمع الليبي ولا تمثل المجتمع في بنغازي. أهل ليبيا طيبين وما بيسيئوا لبعض بهاي الطريقة. شهادة نعتز بها شهادة نعتز بها دي منك. شكراً. فبس الفكرة أنه القوانين موجودة ومن زمان، من 87 خلينا، ولكن هي الفكرة في تنفيذ هاي القوانين اللي هي فعليا حق من حقوق الليبيين اللي الأقل حظا خلينا نحكي ذوي الهمم. فلازم احنا بالعكس نشتغل هلا كيف تنفيذ هاي القوانين على أرض الواقع حتى ينعموا بالحياة اللي هم بيستحقوها وبس. أنا أتمنى يكون في قانون رادع بأمانة إن احنا نبدلوا الأدوار. الإعاقة فينا احنا، هي مش إعاقة بس، الإعاقة فينا احنا وهم يعني بالعكس.
هم بالعكس فيهم الفنان وفيهم الخارق بأمانة بأفكاره وبطموحه. ولما تقعدي مع انت لو تشوفي المجتمع المصري تحديدا، دائما ناخذ بالامثال المجتمع المصري والمجتمع الاردني والمجتمعات العربيه، والحمد لله احنا نشوف مجتمعات عربيه نفتخروا احنا كعرب ان في مجتمعات تقدموا وابتكروا واجتهدوا على فئات على قضايا على ظواهر. لو خذينا هذا الموضوع متلازم داون، شوفوا في مذيعه موجوده في احدى قنوات المصريه تقدم في برنامج من هي من متلازم داون في على قناة تحديدا اعتقد سي بي سي، خلينا نحكوا بالعكس القناة هذه بالعكس حتى لو حكيناها في على الهواء احنا اعتزوا ان في قناة عربية مهتمة بهذه الفئة. المذيعة هذه اللي عند الان ما زالت تقدم، يعني ما بيش ناخذ في اسمها ولكن اعتقد رشا على ما اظن اسمها رشا، مذيعة ومقدمة برامج من متلازم داون وتهدز معاها تحبيها من اول لقاء، يعني تتمني انك انت تكوني ضيفة عندها من كثر حبابها من كثر لسان القلب اللي يحكي مش لسان ال، لانه هم هاي الطيبة بتحس هيك فطرة بقلبهم، يعني صحيح. بتحس ما بيقدر اصلا ما مستحيل يكون خبيث، مستحيل يكون في عنده هذا اللف والدوران خصوصا الداون، يعني دائما هيك بتصف عليا اللي كانت كثير دينا موفقة بالمقدمة اللي كتبتها، الابتسامة وطيبة القلب، وبتحس يعني مستحيل تشوف واحد عنده متلازمة داون تكره، مستحيل، او تحس انه اوه شرير هذا، ما في عندهم هذا الشيء، عندهم بالصفحة بيضة تماما. طيب هلا خلاص خلينا نطلع على فاصل ومكملين معكم مشاهدينا، ما تبعدوش. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. يقولون ان البيت مملكه المراه فيما تعتبر تفاصيل تجهيزه واعداده مهمتها قبل اي شخص اخر، وهنا تبدا مهمات البحث والعمل على تجهيزه بافضل الطرق وبما يتناسب مع احتياجات باقل التكاليف والمجهودات. اكيد فرح، وقد تكون تجهيزات المطبخ من اهم التجهيزات اللي تشغل بال كل ربه بيت، خصوصا اذا اخذنا بعين الاعتبار مقوله طريق قلب الرجل هي اكيد معدته. اليوم حنحكوا اكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا الشيف مريم، وهي ايضا استشاريه في التغذيه والصحه العامه. يسعد مساك، اهلا وسهلا بك في برنامج يومك. يسعد مساكم وشكرا لاستضافتكم. اكيد المطبخ يعني هو قلب المنزل. نعم. اوكي. عشان نبدا اي مطبخ قبل اي شيء بدنا نجيب ورقه وقلم نفكر احنا ايش بدنا نعمل داخل هذا المطبخ، ايش المساحه اللي عندي، قد ايه في عندي خلينا نحكي امكانيه لخزائن، امكانيه عشان اعرف ايش اجيب ادوات. حلو. هلا مطبخ بالمنزل يختلف عن مطبخ في مطعم. اكيد. هاي هون في ادوات وهون في ادوات تختلف. نعم. اول شيء بنبلش بالادوات الكبيره الحجم، بعديها بنرجع للادوات صغيره الحجم. هلا في ناس تسال طيب كتكلفه انه اجيب الشيء الرخيص وافيلبل ولا اجيب الشيء الغالي وانه بخاف اجيبه غالي اندم. احنا دائما بنحكي اللي هي الكواليتي اوفر، يعني دائما احنا بنحب الكواليتي اوفر ذا الكوانتيتي اوفر ذا خلينا نحكي البرايس. اهم شيء عندي الجوده تبعت الجوده اهم شيء. نعم. انه في طبعا دائما في شركات معروفه وبتكون يعني الها صيتها في السوق، بنعرف انه هاي الشركات بتقدم ادوات بجوده عاليه بنجيب منها بنستثمر فيها، يمكن ندفع اغلى من بقيه الادوات لكن لما نستثمر فيها هاي بتعمر معنا وقت اطول. صحيح. الشغله الثانيه اللي كثير كثير بحب اني اثقف المجتمع عنها اللي هي السكاكين. السكاكين. انا بلاحظ انه سيدات المنزل بخافوا من السكاكين. اوكي. وجزء من اللي هو تضويع وقتهم في المطبخ انهم ما بيستخدموا السكاكين الصح للتقطيع والاستخدام اليومي هي اعداد الطعام. نعم. اذا استثمرنا بسكاكين جيده من البدايه ونوعيات مختلفه، يعني انا لما بدي اجي اقطع لحمه تختلف سكينتي عن تقطيع الخضار، تختلف سكينتي عن تقطيع الاخباز. فهي المعلومه انا بحب انه دائما يعني ااكد عليها، لانه بنلاحظ انه دائما في سكينه واحده في البيت معلمها الام، ممنوع حدا يستخدمها بتقطع فيها كل شيء. واسمعي، هاي اكثر سكينه بتحبها اصلا فعليا كل شيء، وبتعيش وهي اكثر سكينه تستخدم في البيت. فعليا هي بتتعب ايديها، بتكون بتتعب عضلات ايديها بالتقطيع ممكن مع العمر يجيها مشاكل باليد والاعصاب. صحيح. والاعصاب من وراء الاستخدام الخاطئ. فعشان هيك منيح ان الواحد يكون عارف ايش السكاكين بده يستخدمها ولا شو.
طيب انا بدي اسالك، حكيتي شغله عن موضوع الادوات، في ادوات بندفع فيها عشان الجوده بتهمنا، وفي ادوات خلينا نحكي مش كثير مهم بالدرجه الاولى شو هي جودتها. زي ايش الادوات اللي بتنصح المشاهدين انه ادفعوا فيها؟ الادوات عشان الكهربائيه هي اهم شيء. اما مثلا تحكي لي طقم السفره اي شركه، هذا مو فارقه لانه اول على اخر هو خلينا نحكي زجاج برسلان وات ايفر كله نفس الشيء بالاخر، هي اللهم شركه عن شركه بس انه بتشتري اسم براند. لكن كجوده كله نفس الجوده. اما بالنسبه للادوات الكهربائيه لا بتفرق، بتفرق من يعني من شركه معينه لشركه اخرى. بتفرق الكواليتي، بتفرق اللي هي العمر تبع اللي هي المنتج نفسه. المنتج نفسه نعم. في بعض النساء يهتموا باكثر من جوده، اللون يقول لك انا مطبخ حابه يكون كله اسود، او مطبخ يكون حابه يكون كله احمر. هلا هذا هذا تخيير يعني تفضيل شخصي. هون هي بتعمل لحالها تحديد، يعني هي بتحدد حالها بحالها. هذا إشي برجع لها ما في منه اي اشكال، بس الواحد ليش يعني يحدد نفسه؟ بامكانه the sky is the limit. صح. طب هلا محددات، خلينا نحكي اختيار المطبخ. المطبخ حكينا هو قلب المنزل. فالست ست البيت بتقضي كثير وقت فيه، فبرضه هذا الموضوع رح ينعكس على نفسيتها. ايش الاشياء، خلينا نحكي بالديكور اللي ممكن تحطها المراه، او ايش الاشياء اللي بتنصح انها تكون متواجده في المطبخ حتى تعطي شعور بالراحه لست البيت وهي بتشتغل؟ هلا اللي منيح انه يكون المطبخ فيه اضاءه كويسه، سواء هي اضاءه طبيعيه من الشمس ولا اضاءه داخليه، عشان لما يعني هي زيها زي غرفه العمليات. صح. فبده يكون واحد شايف صح، بيشتغل صح، عشان يضل انه عنده هاي النفسيه مرتاح. بعدين حلو الواحد يحط راديو، يحط تي في في المطبخ، بتسلى يعطي روح أكتر. في المكان بتسلى اكثر. هلا مو لازم وقت الاكل انه يشغلوا التي في، لا، هي الفكره انه لما هي تكون عم تشتغل لحالها في المطبخ يكون في انترتينمنت معها، يكون في تسلايه. من الاشياء اللي كمان جدا مهمه في المطبخ اللي هي التفاصيل الصغيره، يعني مثلا لازم تكون عارفه لايش عم تستخدم الادوات. فرضا جابت طناجر، هلا الطناجر هذول لو استخدمت لهم مغارف الستانلس ستيل وهذا بتخرب، بتخدر، عشان هيك هون بيجي دور معالق الخشب. فهي بدها تكون عارفه لايش عم تستخدم الاغراض جوا المطبخ نفسه، عشان ما يصير اللي هي سوء استخدام. احيانا ممكن يشتروا اغراض ما لها داعي لانه تطورنا احنا. يعني مثلا انا سالتهم اذا بليبيا بياكلوا ملوخيه، قالوا لي بياكلوا ملوخيه، بياكلوا بس مش واجد، بس قالوا لي اتس ديفرنت عن الملوخيه عن المصرية، وأيضا في تونسية. في اختلاف على حسب المنطقة الجغرافية. احنا عنا الملوخية في إلها هيك زي خراطة، هاي خلاص هاي انتهت. لأنه هلأ صار في اللي هو الهاند بلندر. هذا خلاص بتعمل ست البيت، خلاص انتهى. يعني في ست البيت سموه فيه اللي هو ست البيت. اوكي، هذا صار موجود. فما في داعي انه نجيب فيه اشياء كماليات بطلت اجباريه انك انت توفريها، خلص اوت ديتد، انتهى تاريخها. وممكن حرام الناس بيكونوا معجوقين، خصوصا اللي بيتجوزوا جديد، فبتحسهم خلص بدها تجيب كل شيء قدامه، وهي مش فاهمه، لا هي فاهمه ولا هو فاهم، الكابلز خلينا نحكي. فخلص بصير يجيبوا كل شغله، فعشان هيك بيجيبوا اشياء ما لها داعي، ويمكن بزياده حياتهم كلها ما استخدمهم، ما رح يستخدموها. صح صح. ولا وفي كمان الناس بتجيب هدايا احيانا كثير، بجيب فناجين قهوه، طقمه شاي. بليز اسالوا ايش بحبوا هم قبل ما تشتروا هدايا. مزبوط. حرام يعني الاغراض هيك يتركوهم بس بالبيت. عشان هيك بس تعليق على هذا الموضوع، في كثير هلا بدول العالم صاروا خلص انه بيروحوا اللي بدهم يتجوزوا جديد بيعلموا في محلات معينه، بيعلموا شو الاشياء اللي بدهم اياها. وعشان لما يصيروا مثلا اللي بدهم يهنوهم انه مبروك وهي الاشياء، انه هاي الاشياء اللي بدنا اياها فعليا، فهيك ما بيجيبوا اي شيء زايد، خلص بيجيبوا بس اللي بده اياه الاثنين اللي محتاجه. وهي يعني شيء عملي، شيء عملي للواحد. في مجتمع عربي مش داعي اذكر اسمه، عندهم المطبخ وكانك خش على مهرجان، الوان غريبه، ويحطوا الطناجر، احنا نسموه فيها طنجره، ايش تسموه فيها انتم؟ طنجره عاديه فوق الدولاب بعدد كبير بكل جدا جدا. مفهوم المطبخ تغير فعلا من جيل لجيل. صحيح. واصبح ممكن اله واحده يعني توفر عليك عن سته او سبع حاجات. انا اعتبرها اعلان مش اعلان، ولكن انا كرجل اكثر مكان نحب نزوره
الايكيا بأمانة عندهم أفكار وعندهم مواضيع وبيستخدموا المساحة بالضبط. أيوة هذا هي الفكرة إنه توظيف المساحة إنها تكون براكتيكال عملية في الحياة اليومية. صحيح. يعني من الحلو لما نيجي نجيب إحنا هاي القلم والورقة اللي بدها تجيبهم الست وتشوف إيش هي بدها، هي تشوف إيش تاخذ 3 ايام فرضا ايش هي حتدخل على المطبخ تعمل. فرضا حدا بيصحى الصبح بيعمل توست، اوكي فدي نيد ا توستر عشان هذا التوست. حدا ثاني بيصحى بيعمل بقلي بيض، هذا بده مقلايه. فبدنا نفكر ايش احنا بدنا نستخدم، يعني ايش الغرض لما اشوف واحدة متزوجة جديد وجايبة لي الطناجرة الكبيرة وهم تنين. هم تنين صح. طب انت ليه جايبة كل هالطناجرة الكبيرة لمين؟ فهي عادي، لازم الواحد يعرف لايش انا بدي استخدم هاي الاغراض. متى ما عرفنا لشو بدي استخدمهم ساعتها بعرف انا شو بدي بالضبط. صحيح. بس في اشياء اساسيات، يعني خلينا نحكي شوك ومعالق وسكاكين وصحون، فناجين شاي، فناجين قهوه، كاسات مي، قشارة، عصارة ليمون، نقارة كوسة. هي يعني في اشياء هي اساسية، وفي كهربائيات اساسية، ثلاجة، فريزر، خلاط. هلا صار حتى كمان المايكرويف صار كمان هذا الخلاط اساسي. طبعا اساسي طبعا المايكرويف يا الخلاط، كلهم هاي اشياء صارت اساسيه انها يعني الواحد اول ما بده يبلش مطبخ يكون عنده هاي الادوات بتريحه بحياته اليوميه. طب حلو، هلا انا في حال كان مطبخ صغير وما بيساعد، ايش ممكن الحلول اللي تعطيني اياها اني انا اوفر مساحه؟ لا هلا في صار مايكرويف نفسه فرن. فعلا مش مضطرة تجيبي التنين داخلي. أخذتي يعني شوية مساحة. أحيانا في ناس ما بيكون عجد ما بيكون أبدا في أي مساحة، بحطوا ثلاجة في مكان خارجي بالضبط عشان يصير شوية توفير للمساحة. في ناس تطبخ لكميات جدا كبيرة أو بيجيبوا مرة بالشهر الأغراض فبيحطوا فريزر بمنطقة خارجية كمان. فهي بيعتمد على العائلة نفسها وإيش المخطط تبعها للأسبوع أو للشهر القادم، هي فبقرروا ساعتها إيش الاحتياجات. هي ماما عندها فريزر دائما في أشياء كثير، من إحنا كلنا 3 في البيت دائما بتلاقيها مفضلة بكل شيء. الأمهات بيحبوا يشتروا الشغلة بالموسم تبعها لأنه بيعرفوا إنه هي لما تنشر بالموسم تبعها بتكون أكثر حاجة أكثر أكثر احتواء على الفيتامينات والمعادن. إحنا لما نشتري الشغلة بالموسم بتكون جدا عالية بالفيتامينات والمعادن، ولما تتفرزن بيضلوا محافظة على الفيتامينات والمعادن. حلو. نفس الجودة ونفس والله. فمشان هيك أمهاتنا بيحبوا يفيدونا بالضبط. بس مع الأسف في جيل إجا جديد إنه قضى على العادات هاي. بس هي فعلا هم بيوفروا لنا الأشياء بأحسن جودة اللي هي فيتامينات ومعادن، ويمكننا نستخدمها يير راوند طول السنة. حلو. أمريكا كيتشن في ليبيا منبوذ لأن على قصة إنه ممكن الريحة. نعمل وجبة الريحة تكون في البيت وكذا، أيهما تفضلي حضرتك خصوصا في هذه الفترة يعني، أو من هو مقبل على الزواج؟ يعني هل فعلا انه لو بيده انه هو يصمم المطبخ اذا كان البيت مازال جديد يخليه مطبخ امريكي، اما يخليه مغلق في 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 الظروف الجديده الان؟ يعني انت عارفه قبل كان العزايم دائما تربينا احنا صغار، خالتك جايه، عمتك جايه، جيرانك بيجوا، لكن الان تو اصبح الموضوع كله برا. هلا صار اللي هو الطبخ والهذا إله خلينا نحكي شوي هيبة. فصار من الحلو إنك تشوف الواحد وهو عم بطبخ وإنت عم بتعد له الطعام، وصار كتير مشهور إنه مثلاً واحد يعزمك ويطبخ قدامك الأكل. صح. عشان لما بده يضيفك إياه. فصار الأمريكان كيتشن مور خلينا نحكي ترندي، يعني صار أكثر دارج أكثر عشان إنه بيكون أصحابك قاعدين أو العيلة قاعدة وإنت بتسوي لهم فرضاً الستيك، بتسوي لهم الجاج، شايفين كل شيء البروسيس، عم بيشوفوا أو بتسكب لهم الأكل قدامهم، عم بيشوفوا كيف إنت النظافة والتجهيز. برأيي هذا مهم خصوصا في المطاعم اللي برا، يعني جزء من انه كمان استعراض اوبن كيتشن صار جدا استعراض، وكمان تقدر تتأكد انه مثلا ايده نظاف، الاكل اللي استخدمه شو طلع على الخضار، مغسولة مش مغسولة، فبتتأكد انه هون 100% نظيف. بصير اعلق على شغلة على هذا الموضوع. انا عندي مشكلة في المطاعم انه الناس بتفكر اذا الشيف لابس جلافز انه هذا اكثر شيء نظيف. هو الفن مش بلبس الجلافز، الفن بتغسيل الايدين. صح. وها
هذه الشغلة بحس إنه في مسكونسبشن عندنا في المجتمع، فيه يعني سوء فهم للموضوع هذا. أهم إشي نظافة اليدين، أهم إشي إنه يكون الواحد عم بغسل إيديه، حتى لو لبس جلافز لازم كل ساعتين تواش. وتتغير أصلاً، مش لأنه فعلياً ما بتعرف شو مسك. هاي هي. فعندنا إحنا لبس جلافز، لبس أهم إشي لبس جلافز. لا مش هذا المهم. زي بكورونا. فعلياً زي بكورونا. أنا بقول لك خلاص إذا لابس جلافز شو يعني شو ما يعمل خلاص لابس جلافز. مستحيل ينعدي. هاي بحس في سوء فهم فيها في المجتمع. طب بدي اجي لموضوع نقطه كثير مهمه بالنسبه لربة المنزل، ترتيب الثلاجه. اها كيف ارتب ثلاجتي بطريقه ايش احط هون وايش احط هون، شو اللي بالفريزر، شو اللي بقدر اخليه مثلا، شو المواد اللي بقدر اخليها تضاين معي لقدام، وشو المواد اللي لا فترتها محدوده. هلا في شيء مهم بالنسبه للبيض، دائما بتشوف الناس بدها تحط البيض بتشيله من الكرتون تبعه بدها تحطه على باب الثلاجه. هاي طريقه غلط. البيض لازم ينحط فوق جوا في الثلاجة، ومفروض ينترك بالباكيجينج تبعه. ما بصير نغسله ونتركه لأنه البيض بتنفس. فساعتها بيخسر من المعادن والفيتامينات اللي جواته. إحنا مفروض إذا بدي أنا ناوية أغسله بشوية خل أو أفركه بخل أمسحه مباشرة يكون الاستخدام. ولما بدي أخزنه أخزنه زي ما هو بكرتونته. يعني غلط هذا اللي بينحط. نعم هذه هاي من الأشياء اللي كتير هذا كتير يعني موجودة عندنا، وإنه دائما إحنا يعني صح. أنا من الناس اللي أهلي دائما كان عندهم البيض على رأس الثلاجة. على رأس الثلاجة. لغاية لما أنا درست تغذية وهيك لغاية لما إنه لا صرنا نحطه جوا. فهاي شغلة. الشغلة الثانية إنه أي إشي بده يكون بعمل دريبينج يعني أي إشي بده ينقط سواء لحمة دجاج لازم ينحط تحت عشان ما يوقع يعمل لي شيء اللي هو التلوث التبادلي. يعني يوقع لي على اي على فواكه يوقع لي على خضار فممكن ساعتها يسوي اللي هي التلوث التبادلي، بالتالي بيصير نسبه اللي هي التسممات او المشاكل بكتيريا اكثر بكتيريا طول. نعم نمو البكتيريا اعلى. الشغله كمان اللي هي مثلا الورقيات، الورقيات زي البقدونس النعنع هدول منيح انه لما نيجي ناخذهم بمجرد ما ناخذهم نجيب اللي هي التيشو الفاين كلينكس اوكي المناديل الورقيه نجيبها نحط عليها نبللها شويه مي ونلفهم فيها ونحطهم باللي هي اكياس او علب اللي بيريحنا. هذا بيحافظ لي على صلاحيته وخضاره فتره اطول. من الاشياء كمان اللي مريحه لست المنزل اللي هي التومه، لما تجيبها انها مره واحده تحطها بعلبه وبتبشرها تحرك العلبه لحالها بتتقشر وبتحطها بكونتينر بتصير تستخدم لما بدها بدل ما كل مره تقعد تتقشر وتصير اصابعها ريحتهم تومه والى اخره. يعني هاي كمان من الاشياء. من الاشياء كمان انه لما بدنا نرتب دائما بنحط منتجات الحليب والالبان فوق، بعديها اخر شيء بنحط قلنا اللحوم واللي هي الدجاج اللي هي اللي ممكن تعمل دريبينج، ان بتوين بنحط اللي هي الخضار والفواكه. هلا في انواع من الخضار والفواكه مفروض ما تنحط بالثلاجة وجدا غريب، يعني احنا بنحطها بالثلاجة وما زلنا بنحطها بالثلاجة بس هي مفروض ما تنحط. الخيار. الخيار نعم الخيار مفروض ما ينحط بالثلاجة. مفروض ما ينحط بالثلاجة. من الاشياء كمان التفاح مفروض ما ينحط معه ولا شيء لانه التفاح بفرز غاز الايثيلين فبيخلي كل الاشياء اللي حواليه تستوي. صحيح. فهي يعني كمان من الاشياء اللي احنا في ليبيا. انا اسف المقاطعه وهذا اخر سؤال ولا اخر معلومه نظرا لضيق الوقت، احنا علبه الصلصه الطماطم نحطه في زيت فوق. لا صح عشان نحفظها. صح طبيعي عادي دي هذا عشان ما هلا في الطبقه اللي فوق ممكن يكون في اكسجين. الاكسجين هذا ممكن يعمل على عمليه التعفن. فاحنا عشان نحمي المنتج بنحط الزيت عشان ما يتفاعل مع المنتج تبعنا. عازل يعني بيعمل عازل. صحيح. طب ايش كمان الخضار والفواكه اللي ما تنحط بالثلاجه احنا بنحطها بالثلاجه غير الخيار؟ هاي البطاطا هلا دائما برا. البطاطا والبصل لازم يكونوا باكياس زي اكياس القش. والموز محطوطين برا. الموز بنحط برا صحيح. في عنا كمان ايش كمان في عنا الفراوله والخوخ والاشياء مع الحاجات اللي هي اللي ممكن هدول منيح انه نفرزنهم. فريز. يعني هدول اذا بنفرزنهم بامكاننا نستخدمهم باي وقت. حلو. العسل. العسل برا بنحط برا على درجة حرارة الغرفة. العسل المادة الوحيدة اللي هي فيها مضادات أكسدة بكمية لا تذكر، فهي المادة الوحيدة اللي ما إلها تاريخ صلاحية. قد ما هي مفيدة.
يعني احنا صراحه مستمتعين في الحكي معك، خصوصا لما وصلنا موضوع الفواكه والخضار. وصلنا لحاجه مهمه جدا نظرا لوقت ضيق الوقت. مريم المقيد استشاري الساحه العامه والغذاء وشيف مطبخ، شكرا كثير لوجودك معنا اليوم في البرنامج، وان شاء الله نستضيفك مرات ثانيه بنحكي عن اشياء كمان اخرى فيما يتعلق بالمطبخ والاكل. شكرا لكم. شكرا ليكي. وحلو المعلومه الاخيره، فرح ما تخشيش جوه الثلاجه انت برا، العسل ديما برا. قريت ما فيش ما انت ما في الاف سنوات ضوئيه بيني وبينك. نطلع الفاصل مشاهدينا الكرام ونعود لكم مردود لك تبين بس بعد الفاصل. ماشي ما تحا على ما عرفتش. اكيد وصلنا لفقره ترندات، وطبعا اكيد ما يشغل الليبيين هذا الاسبوع. وخلونا نبدا بلقائي المنتخبين الوطني والمصري في تصفيات كاس العالم. اكيد عمده كان هناك عده ترندات رافقت هذه الاحداث الرياضيه، وربما كان ابرزها الاهتمام الكبير بزياره النجم محمد صلاح لليبيا، حيث انتشرت له مجموعه من الصور. خلينا نشوف. أكيد صور جميلة وترحاب أجمل كان من الليبيين. من ردود الأفعال على المباراة نقول تغريدة لمريم، قالت بالرغم أننا خسرنا على أرضنا لكن لعبنا لعب كان نظيف، وهذا الشيء نفتخر به حتى مع ضعف المؤهلات في ليبيا، منتخبنا اشتغل بشكل كويس، خيرها في غيرها. وفاء محمد أيضا قردت الفريق الليبي لكرة القدم خسر مباراة، ولكن أعلن فوز ليبيا بتنظيمها المباراة على أرضها بأمن وأمان وبعودتها للملاعب الخضراء من جديد بوجه مشرف وبمنافسة قوية على صدارة مجموعة تلعب من أجل التصفيات لكأس العالم. طبعا كابتن المنتخب احمد التربي قال النقاط من اجل المنتخب كان حديث الشارع الافتراضي. احمد البارثي غرد قال من اكثر الحاجات اللي شدتني في المباراه اللاعب احمد التربي، لاعب المنتخب وطبيب وحامل كتاب الله، حتى بعد انصاب وخشم نزف رفض انه يطلع من المباراه، واول من طلع خشش الجول بكى على الجول كانه هو السبب فيه. من أكثر اللاعبين اللي اليوم كانوا في موعدهم أكيد الكابتن أحمد التربي. كما تداول المتابعين مجموعة من الصور لكابتن المنتخب موسومة مع عبارات الثناء، خلينا نشوف. سلامات يا كابتن أحمد. طبعا انتشرت أيضا عدد من المقاطع المصورة لطريقة استقبال الجمهور للمنتخب الوطني ودعمه، خلونا نشوف بعض الفيديوهات.
اكيد عمره حتى ما تحقق الفوز بالصداره، ولكن اكيد شرفونا بلعبهم قدام المنتخب المصري، وان شاء الله لسه الجايه احسن ان شاء الله يا رب. ما زال عندنا فرصه اخرى باذن الله نشوفوها، وايضا فرصه كبيره للمنتخب المصري بعد ما حقق يعني النقاط السته وايضا الفرق الاهداف. ترند آخر أغضب الليبيين وحرك الرأي العالمي أيضا، وهو مجموعة من المقاطع المصورة للاجئين في ليبيا هربوا من مكان احتجازهم. تغريدات مشاهدينا اللي اخترنا لها لكم، ما نشره العربي بولقمة في تويتر بعد الهروب الكبير من مكان تجميع المهاجرين غير الشرعيين في طرابلس يوم أمس. يجب على ليبيا إبلاغ المجتمع الدولي بأنها غير معنية وغير قادرة ولا مصلحة لها في حراسة دول أوروبا من موجات البشر المهاجرين إلى أوروبا. إنه عار على ليبيا أن تعمل خفير على أبواب أوروبا وبالمجان. عالميا لقى هاشتاغ الهندوس يقتلون المسلمين تفاعلا كبيرا على منصات التواصل رفقة انتشار صور كثيرة لحملات التعذيب الممنهجة ضد المسلمين. ومن التغريدات مشاهدين اخترنا لكم ما نشر مساعد المغنم قتل وتهجير للمسلمين في الهند دون تحريك ساكن من المجتمع الدولي. نتمنى أن تستدعي الدول الإسلامية سفراء الهند وتسلمهم مذكرات احتجاج كأضعف الإيمان، وكلنا نتمنى من أي دولة إسلامية أنها تطرد سفير الهند طالما لا يوجد هناك حلول من حكومتهم تجاه المسلمين. نحتاج لدبلوماسية المناورة والتصعيد تجاههم. تزامنت هذه حملات إلكترونية مع حملات لمقاطعة المنتجات الهندية. فعلياً عماد الاعتداء على المسلمين في الهند مش جديد، وقصة مقاطعة المنتجات الهندية كمان صار لها فترة طالعة. أنا شفت حتى فيديوهات من قبل كيف حتى المصورين، خلينا نحكي والصحفيين اللي هناك، في بعضهم أكيد سجلت خروقات ضدهم إنهم هم عم بدعس. أنا شفت فيديو مؤسف جدا إنه عم بدعس على المسلم الهندي بس لمجرد إنه مسلم، غير طبعا الإجراءات الحكومية اللي بتحكي عنهم بتصفهم بإنهم هم نمل أبيض ويجب التخلص منهم، وهم طبعا النمل الأبيض لأنهم هم بمعتقدهم إنه هم عم بياخذوا أو بيقضوا على خيرات اللي هي من حق الهندوس وعم بيحاولوا يطلعوهم من أرضهم. يعني الإجراءات اللي عم بتتم فعليا إجراءات إبادة وتطهير عرقي للمسلمين في الهند. الهند بلد يعني متعدد الأعراق وفي ديانات مختلفة طبعاً. لكل واحد من هاي الأعراق ومن هاي الديانات والطوائف حق في الوجود في الهند وحق في خيرات الهند اللي هي بلدهم. المخاوف أن تكون هذه الشرارة لا قدر الله تكون تنتشر في العالم، بعد ما نتمنى العالم السلام ونتمنى العالم انه يمشي في خطى يعني موحده. بعد ما شفنا جائحه كورونا العالم كله تكاتف على هذا الموضوع، ان الدين لله صح. ولكن انه يكون موضوع اضطهاد عرقي وديني لن يقبله اي انسان، مش شرط بعيد كل بعد عن دينه، ولكن اي انسان سواء كان مسيحي يهودي مسلم من منطلق الانسانيه للانسانيه بالضبط. وان يوصفوهم بهذا الوصف كالنمل الابيض، فاعتقد ان هذه اساءه فقط لكل البشرية وليس للمسلمين فقط. لو تشوفوا مؤخرا يعني شوفوا الحنكة والحكمة، منظمة الصحة العالمية لما قالت على المتحور دلتا ما قالوا ما عادش تقولوا ان المتحور هذا هندي صح. حفاظا على اسم الدولة وحفاظا على ما يكونش الموضوع هذا للتاريخ انه هو هندي بين قوسين، سموه دلتا. فما بالك هذا منظمة الصحة العالمية الخاصة بموضوع الوباء، ما بالك احنا كبشر وفي اختلاف باللهجات واللغات والأديان
يعني من العيب ومن المعيب ايضا ان تصير حاجه في دوله كيف الدوله. اكيد مثال اخر كمان على اللي حكيته المتحور دلتا في كلنا بنعرف اكيد وكلنا سمعنا في الحمله الاسبانيه اللي اجتاحت العالم في اوائل القرن العشرين خلينا نحكي 1918 تقريبا عند خلال الحرب العالميه الاولى واجتاحت الحمله الاسبانيه العالم وسميت بالاسبانيه ولكن فيما بعد تبين انها اصلا هي مش اسبانيه في المنشا. خلينا نرجع لموضوع الهندوس والتفرقه يعني انا بنصدم انه احنا وصلنا لعام 2021 ولا زلنا بنتعامل مع بعضنا البعض على اساس العرق والدين واللغه والشكل والمظهر. بالنهايه احنا كلنا مهما اختلفت الاعراق مهما اختلفت الاديان مهما اختلفت نفوسنا خلينا نحكي احنا بالنهايه كنا مجموعين تحت مظله الانسانيه. الاشخاص اللي بيتصرفوا هاي التصرفات الهمجيه سواء في الدول العربيه سواء في الهند في بورما كيف بيجي لهم قلب بيعملوا هاي ممارسات تجاه اخوهم الانسان بلاش نحكي اخوهم في الدين تجاه اخوهم الانسان. نراجع انفسنا نحط حالنا في محلهم هاي من اهم التوصيات نحط حالنا في محل هدول الاشخاص اللي عم يتعرضوا للتعذيب. وللاسف في الهند اخر تعليق للاسف انه الحكومات هي اللي داعمه لهي الممارسات الشاذه هي اللي عم تدعم هذا الشيء عشان هيك كان في دعوات لمقاطعه المنتجات الهنديه لاستبعاد سفراء الهند من الدول. فبتمنى انه الدول العالم والدول الاسلاميه يكون في لها موقف موحد وجاد حازم فعليا فيما اللي بيصير باخوان المسلمين لا حازم وما قلتش بحازم قلتي حازم موقف حازم حازم وكاشا معنا أنا. لا حول ولا قوه الا بالله بكي والله كنت حابه احكي شغله بس خلص بعدين يلا بالحلقه الجاي بحكي المهم فرح ما شطوها في الثلاجه ايش رايك فهمتي توكي عشان انا عسل انت تلاقوا بكره ان شاء الله في نفس الموعد مع زميله عبير عويدات باذن الله ويوم اخر من برنامج يومك انت بدي اقنن لك اليوتيوب بس لقدام مشاهدينا اكيد بكره مع الزميله عبير عويدات وعمده وان شاء الله لقائي معكم بتجدد الاسبوع القادم الى اللقاء. في حاجه اخرى معلش نشكركم على كلامكم اللطيف امس ايوه وان شاء الله يا ربي دائما يونسنا بعضنا وشكرا كل مساء علي وعلى صحتي تلاقوا بكره في نفس الموعد في امان الله.